الإنسان عليه أن لا يطلب رضا المخلوق بسخط الخالق. إذا شفت عمل حرام، إذا أنت ما ارتكبت الناس يستهزئون بك، خلي يستهزئون. أنت ما دام كسبت رضا الله سبحانه وتعالى لا يهمك استهزاء الناس بك. وإلا الناس كانوا يستهزئون بالأنبياء، يستهزئون بالمصلحين، يستهزئون بالعظماء، هذا من جهلهم. أنت لا تتبع جهلهم.